صباح الخير عن جديد. نكمل صبحيتنا مع المهندس المعماري اللبناني طارق إبراهيم اللي فاز بالجائزة البرونزية بـ Prime Design Award and Competition اللي هي المسابقة الإيطالية العالمية اللي كانت بكومو ميلانو عن فئة الهندسة والعمارة. أهلا وسهلا فيك طارق. أهلا كيفك فيك. اليوم الحمد لله تمام. أنت أول شيء مبروك الجائزة. Thank you. ومنعرف دايما لما نشوف في عنا مسابقات عالمية دايما اللبنانية بيشكونوا مشاركين فيها. وهالمرة عم نحكي عن مسابقة أكيد يعني خاصة بالهندسة والعمارة. صح صح. بس أنت كنت الوحيد من دول الشرق الأوسط اللي مشترك بفئة العمارة. مظبوط؟ صح. فئة العمارة مش المشترك اللي ربح من فئة العمارة. اشتراك كان في كتير بس أوكي. اللي ربحوا هن صح من الدول العربية كعمارة كان بس لبنان موجود ريبريزنتد فيه. ومن مصر كان في الجرافيك، كان في تصميم داخلي، كان في باكجينج ديزاين. هي لانه فيها الـ يعني الكومبيتيشن فيها 56 تايب اوف ديزاين، يعني نوع من الديزاين. اوكي. وبقدموا على اساسها كان حوالي في حوالي 500,000 تقريبا ابليكنت. ف ومن ال 500,000 طبعا بيتصفوا بيصير بس النخبة هن اللي بيجوا بيصيروا يربحوا. يعني في كتير دول مشاركة مش بس يعني بالمحيط هون أو المحيط. لا 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 كان من كل العالم. من كل العالم. من كل العالم صحيح. وكمان التصميم اللي صممته هو عن فيلا عم تشتغل عليها وهي مشروع رح يتم. مزبوط. هو لا هو تم وخلص. خلص هو ونسكن وأصحابه عايشين فيه. هو بمنطقة الشوف بجبل لبنان لصاحبه زياد ضو وهزار بخزام. كان هو بيمثل إذا بدك حياتهم الخاصة بنفس الوقت بيمثل فكرة طبعا بلمسة المعمار اللي هو أنا. أنا عم نشوف صور طارق كمان عم بيقطع عن المشروع والفيلا اللي عم نحكي عنه وعم نشوف إنه التصميم يعني لحاله فيه أكيد كرياتيفيتي وفيه ابتكار، ولكن خبرنا أكثر من وين جبت الوحي وكيف كانت الفكرة؟ أوكي. كانت الوحي نجيب من أصحاب البيت، يعني نحن بباسيو المكتب اللي هو اسمه باسيو أركيتكتشر يلي هي نزهة كصدورة إذا بدك، لأن نحن منآمن إنه العمارة هي عبارة عن تجربة بيخوضها الزبون مع المهندس المعمار بيتعرفوا على بعض وبنقوا السبيس يلي بيشبههم أكتر بيعبر عنهم أكتر. Exactly. فأصحاب البيت هني إذا بدك هني عكس بعض، حدا كتير هادي وحدا كتير نار. وبنفس الوقت كل حدا عنده انترست مختلفة، حدا بحب كتير الضهى والروحة والجاي وحدا كتير بحب يقعد بالبيت. فهيدا الميكس اللي هو الخلق بيناتهم تعبر عنه بأنه كأنه البيت هو عبارة عن شقفتين وبالنص هي الفراغ بيمثل الجامع بيناتهم يلي هو ما بيشبه حاله ما بيشبه بعض. صوتناتهم بيطلوا على بعض وبيتعرفوا يعني متقابلين بعض وبيعرفوا بعض وعايشين مع بعض ومبسوطين مع بعض بسبب هيدا الاختلاف اللي بيعبر عنه. والضو كيف بيفوت من السقف اذا بنشوف الانتيريور جوا بين كمان عنا في ازاز بالسقف. صح. السقف بازاز كيف بيفوت الضو وكمية الضوء اللي تفوت هي كأنها عم تحتفل بعلاقتهم كل مرة. فاللي بفوت بحس بهيدا السبيس بحس بأنه كأنه هو مرتاح باختلاف كل شيء موجود عنده. وكيف برا فايت بجوا منشوف كمان إذا بعد بتقرب شوي هون عم نشوف الضوء من فوق. صح. كيف الضوء بفوت بيضرب لتحت وكيف البيت كله مخبى بنفس الوقت كله مكشوف على بعض. فليه؟ لأنه هني بيحبوا إنه أنت لما تفوت على بيتنا أنت بكل بيتنا. عرفتيف يعني. وطبعاً البرايفت هي برايفت ما بيبينوا مثل ما بتشوف هون بس كل شيء محل ما بيقعد محل ما بتستقبل الناس كله هيدا مفتوح على بعضه ببين. هون مبين يعني مثل يمكن بالبيوت القديمة بنسميها الدار اللي هي بتكون أكبر محل بالبيت وكمان أو أشق محل. صح. بيستقبلوا فيها العالم. ميبين. كمان طريق يعني نحن عم نحكي أكيد هلا بنحكي أكثر عن تفاصيل الكومبيتيشن عن المشروع كيف تقدم، ولكن غير انه ربح جائزه المشروع شو كانت رده فعل الاشخاص اللي اشتغلت لهم البروجي اول شيء؟ اكيد انبسطوا كثير وكانوا كثير فرحانين وهن من وقت اللي سكنوا البيت اجاهم كثير كومبلمنتس. بس الوقت ذاته صاحبت البيت بعثت لي وقتها مسج قلت لي شكرا لانه خلقت هيدا السبيس لنا خلقت لنا هيدا المكان. بنفس الوقت شكرا لانه عبرت عنا صح
عايشين فيه مرتاحين. وهيدا هو الأساس. يعني الأساس هو لما يقعد الزبون، زبونك بالآخر هيدا بيته، يعني حيعمره مرة، فحيقعد فيه كل حياته. لازم كل ما يفوت يحبك أكتر، مش يسبلك أو يكرهك أو يلاحظ في شيء مش ماشي حاله، أو يا ريت عملت هيك صح. أو ياريت فمشان هيك الزبون لازم يكون عاطي ثقة للإنسان الصح. اليوم طارق لما نشوف كمان بيوت عم تتعمر، أكيد في البيوت اللي عم تتعمر عشوائياً بس تنعمر كوارث، ولكن مثل ما عم نحكي هون بروجي شخصي أو خاص، أكيد في علاقة بين الذوق تبع الكلاينت أو الشخص اللي بده يعمر البيت، والمهندس كمان شو معقول يزبط على الأرض. صح. يعني البراكتيكاليتي أو الأساس اللي بتزبط، كيف تجمع بين الاثنين وبذات الوقت بتخلي رؤية الكلاينت أو العميل تبعك أنه تضل موجودة؟ لأنه منعرف العميل دايماً بيروح على الإكستريم أو بيكون بده إشياء يمكن ما بتتطبق على الأرض. مزبوط، كيف تجمع بين الاثنين؟ أوكي، هلأ بمعظم الأوقات أنا بقلهم للكلاينت أنه أهم شيء أنتوا جيين لعندي لأنه شايفين بروجيات وسمعين عني، جيين لعندي فبدي تعطوني الثقة. تاني شيء جايين لعندي لاخلاق لكم شيء جديد انتم مش شايفينه. يعني انا ضد شيء اسمه جوجلزم او البنترست. يعني اذا بدك يشوفوا صور من هون وفكره من هون، يشوفوا صور وبدهم يجمعوها مع بعض، وهذا شيء منه مزبوط لانه بيطلع فيري اكلكتيك، بيطلع كانه عم بيعبر عن شيء. يعني كانك عم بتجيب كل حدا حلو او جميل وتجمعهم مع بعض تيعملوا شخص بيطلع كثير قبح، يعني قبيح، بيطلع كثير شيء ثقيل لأنه ما عنده هوية. أهم شيء الهوية. فلما أنت تعرف في زبوناتك كيف وتعرف فيني شو بحبه، أحيانا كتير مثلا العميل بيجيب صورة بيكون عاجبه حجر بقلب هيدي الصورة، مش عاجبه البيت، بيقلك واو شو حلو، بيروح مهندس بده يرضي الزبون. أكيد إرضاء الزبون شيء كتير مهم، بس إرضاء الزبون ضمن قوانينك أو ضمن قواعدك، ضمن رؤيتك، ضمن أهدافك. أنت لا خلقت مهندس، أنت لا صرت مهندس، بالنهاية عم توصل رسالة، هاي الرسالة مفروض تتطابق معك. فمش أنه يجيبوا صور ويقعدوا يحاولوا يعملوها يركبوها على بعض، ما عم نعمل كولاج نحن. مش إذا عجبتني فكرة يعني بدي إياها تكون موجودة ببيتك كمان، يمكن عجبتني بالصورة صح، بس منا عملية لإلي أو مية بالمية صح. يمكن بتزبط مع اللايف ستايل تبعك لأنه بيتغير كتير. يعني وبتشوف أيام زمان والعمارة هي بتعكس المجتمع. مزبوط. فمنشان هيك هيدا شيء كتير أساسي إنه نحن نكون عم نشوف المجتمع، نراقب المجتمع، نشوف حياته، طريقة عايشه كله ليطلع. اليوم طارق كمان اشتركت بهذه المسابقة اللي هي يعني مسابقة كتير كبيرة وعالمية. صح. مثل ما ذكرنا بميلانو صارت. صح. خبرنا عن هالتجربة، كيف قدمت عليها وكيف تم وصولك لأنه توصل وتربح الجائزة؟ أوكي. هي الجائزة هي منا أول مرة أقدم عليها. ربحت فيها بال 2019 عن فكرة بيت قديم، عملنا له إكستنشن، زدنا زود عليه، وكانت بمدرسة نحن طلعناها كيف ممكن ينزاد على البيوت القديمة التراثية بنفس الوقت ما نشوهها ما نغير لها. فبوقت أخذت كتير سكسي، وحتى ربحت بألمانيا وربحت بأمريكا وربحت. فمن هيدي من وقتها قررت أنه كل بروجي بدك تشوف إذا هل هي كانت مجرد صدفة وشي زبط معك ببروجي وما حيرجع يزبط مرة تانية أو لا. فمن وقتها تحملت مسؤولية أكتر انه انت تقدر تقدم هذا الشيء، وخصوصا وضع البلد. نحن هلا بلبنان صرنا بمحل كتير متخلف عن العالم. ولما رحت هالمره انصدمت بكميه الفرق. صرنا يعني صاروا برا بمحلات نحن حتى لو عم تعمل فول افورت تبعك ما حتقدر تجاري مع الوقت للاسف، لانه ما في دعم يعني. وهذا الشيء كتير كتير كان ثقيل، انه مثلا لما كنا ندعو كل السفرة للناس الربحاني، السفير اللبناني ما كان موجود. حتى ما رد على الإيميلات اللي بعتين له إياها كعزيمة كإنفيتيشن، لا رد بالقبول ولا رد، مع أنه مصر كانت موجودة. عرفتيف يعني أنه طب لاي نحن كعالم في أوقات دعم معنوي بسيط بيأثر كتير. 100% يعني دايما منقول في نقص للمصادر أو للمواد المادية، ولكن كمان في دعم معنوي أوقات يمكن بيعطي شوية. مثل الشعب اللبناني كله عم بيشتغل إذا بدك كفردي، عم بيحاول يوصل ويوصل ويعمل، انه لازم على القليل اذا ما في مصادر نعرف منا ناطرين. يعني بالنهايه تعودنا، اذا بدك شعب لبنان تعود على عدم الدعم، بس بمحلات معينه شباب صغيره عم تطلع بده يكون عندها امل.
وهالامل ما بتقدر تاخده الا اذا كان حس انه في دوله وراه. يعني ما حلو انه يكون كل العالم موجود. السفير الياباني طلع قال لهم اليابان فخوره فيكم. الامريكاني اجا وصل انه لا لبنان شو بينقصوا يعني. وكمان يعني نحن دائما بنقول شويه دعم بتخلي الشخص يوصل كثير لقدام، وهيدي لحالها يعني بتعمل فرق كثير. 100% نحن بنعرف اللبنانيين كيف عم بيبدعوا بالخارج. اليوم كمان طارق لما نرجع نحكي عن الفيلا او المشروع اللي تقدم، كيف كانت ردة فعل هونيك، وخاصة انه هيدا مشروع عم يتنفذ بلبنان؟ صح. ويمكن مثل ما ذكرت لبنان بعده شوي ابعد او يمكن ورا شوي بالنسبة لغير بلدان. صح. وخاصة بتقنيات العمارة او بالديزاينات كمان ككل. مزبوط. كيف كانت ردة فعل؟ صراحة كان فيري بوزيتيف. وحتى مثلا هونيك كانوا صاروا يسألوني انه هلا مثلا بلبنان شو عاملين لك، او شو ناطرك بلبنان لما تنزل يعني. هلا بيني وبين حالي قلت انه بنعرف شو ناطرنا، بس ان فاكت على طول بيقولوا لي انه لازم تكون، خصوصا انه في كذا اركيتكت مقدم على هذا المشروع من قبل وربحانينه، بس بطلوا عم بيجاروا او بطلوا عم بيربحوا او بطلوا حتى شغلهم، يمكن مستوى شغلهم خف، بطلوا عم بيقدروا ينقبلوا. لانه هي بتقدم انت المشروع وبيتحكم تا ينقبل او ما ينقبل ليفوت بالمشروع. فهيدي اول سيلكشن بيرجع، من بعدها بصير في سيلكشن لاذا تربح او ما بتربح، بس يو جوت نومينيد يعني، او بعدين اذا بتربح الجولد او سيلفر او برونز او حتى الايرون. فكانوا اكيد بحسوا بانه برافو انه الشعب يعني، كانوا مبسوطين كثير بمصر لانه اول مره مصر بتكون هالقد ريبريزنتد، انه اذا مشاركه بكذا فئه. صح، بكذا فئه، وكان هالمره بتكون قويه. حتى بالتوبوغرافي كان مثلا بلدان اول مره بتكون موجوده، كان في وجود مرعب من حول العالم لاول مره ناس، فحبوا انه هيدي لبنان بعده مستمر بهذا وجود رغم كل هالأزمة الموجودة فيه، رغم كل هالتخبطات هالعواصف اللي عم بتصير. فإنه بعده موجود، خصوصا إنه هذا البروجي بلشنا نعمره بال 2019. يعني خلال الأزمات، خلال المشاكل كلها. وثانك يو كتير لأصحاب البيت، لأنه حقيقي آمنوا إنه هيدا البلد بده يضل موجود، بده يرجع يوقف، بده وبلس إنه هيدا حلمهم، بقوا ماشيين بحلمهم والحمد لله إنه وصل لمحل كتير مهم. أكيد يعني بس نشوف حدا عم بيستثمر بعده بالبلد أو عم بيجرب يعمل شيء كرمال يقرب البلد لقدام، هذا بيكبر القلب. وبعتقد كمان مشاركة اللبنانيين بالخارج تاكل صورة حلوة إنه اللبناني دائما عنده هالعزيمة، ودائما عن جد بالرغم من كل الظروف اللي عم تقطع بده يبين وبده يعمل شيء. اليوم طارق كمان سبق وذكرنا إنه شاركت بالعديد من المسابقات قبل، وكمان نلت العديد من الجوائز، أعطينا هيك لمحة سريعة عنهم. أوكي، ربحنا بوقتها بكوتينوس أول شيء، هي جائزة يونانية عملت بدبي يعني برعاية سمو الشيخ محمد، وبوقتها ابنه سلمنا الجوائز، وكانت تحت يو اي او اللي هي فور ديفلوبمنت، وكانت عباره عن كيف انت عم بتطبق الثيوري انتو براكتس. فبيشوفوا قد ايه الثيوري تبعك عم بتحسن بمستوى الانسان، عم بتزيد من قيمه حياته اذا بدك، وعم بتساعده، عم بتهون عليه بنفس الوقت. اذا كانت شركات كيف عم بتساعد الموظفين ينجوا اكثر، يحسنوا مستوى المعيشه تبعهم يكون افضل. فهيدي ربحناها بوقتها. من بعدها قدمت هيدي على كل الثيوريز، كانت من بعدها قدمت على اي برايم ديزاين ب 2019 وربحنا. وساعتها هي انعرضت على انه تكون مشاركه بالمانيا وبامريكا، فنفس الشيء. وهلا هيدي البروجي ربحت بايطاليا كمان، مؤهله بامريكا، وتسكر كمان ترشحت مش بس بضمن لائحتها، ترشحت على الاكثر اذا بدك شعبيه يتصوت عليها. وكان في بس 4 من دول عربية، وبس هي الوحيدة اللي كانت يعني، طبعا من كل العالم، كان في أمريكا، اليابان، الصين، هند، مكسيك، برتغال، إسبانيا، إيطاليا، قد ما بدك يعني، ألمانيا كل. بس هي الوحيدة كانت من لبنان، بس من دول عربية كان في 4، وهي الوحيدة المعمولة من مكتب عربي. يعني مكاتب عربية ما كان في إلها بريزنس، هي الوحيدة اللي كانت موجودة. والحمد لله إنه يعني كان في كانت كان إلها شعبية كتير، وهلأ بعد ما طلعت النتائج
ان شاء الله على امل اكيد إيه على امل انه كمان تربح بفئتها وبفئه الاكثر شعبيه وان شاء الله ان شاء الله خير إيه طارق. ان شاء الله اليوم بس نحكي عن عماره وهندسه دائما نروح دائما صرنا ناخذ الديزاينات الجديد الايكو فريندلي سستينبل السلف سفيشنت اوقات مزبوط. وخاصه لما نكون عم نحكي عن بروجيات فيلل واليوم عم نحكي يمكن عن بروجي شخصي والكلاينت هو اللي بيقرر وشو بده يعمل فيه او الاشياء النهائيه ولكن كمهندس معماري طارق شو التوجه تبعك شو الفيجن لك لما تكون عم بتقرر تهندس او تطلع بفكره معينه شو الفيجن تبعك اهم شيء بالفيجن هي انه العماره قبل ما نحكي عن اي شيء اضافات للعماره خلينا نحكي عن العماره كعماره العماره هي interpretation هي ترجمة للمجتمع نحن من بعد كل سنين اللي بتمرق بعد كل الحضارات اللي قطعت ما بقى لنا منها وما عرفنا عن الحضارات غير العمارة وعرفنا عن الحضارات من خلال العمارة تبعهم والفن تبعهم فمشان هيك العمارة هي جزء من الفن ولازم تكون عم تحكي الواقع لازم تكون عم تحكي عن الأشخاص عن الناس وإذا ما كان على مستوى اجتماعي يكون على مستوى شخصي بتصير تقدر توصل أكبر رسالة ممكنة فمنشان هيك أهم شيء نترجم هيدا الشيء وكل الباقي الإضافات ممكن تنزاد على أي فكرة ممكنة السمارت هاوس الإيكو فريندلي هاوس كلهم طبعا من ضمن هلأ تطور المجتمع العالم كيف عم بيروح على أنه يساعد الطبيعة ويحافظ على الطبيعة فهيدا جزء من ترجمة المجتمع على هيدا الشيء هلأ نحن بلبنان بعدنا شوي ما كتير متطورين بهالموضوع أو حتى بعدنا مؤيدين بقوانين صراحة كتير قديمة وعتيقة بالتنظيم المدني فلازم تكون عم ينشغل عليها عم يتطور عليها بعد يكون خصوصا بمناطق الجبلية بمناطق يعني عم نهرم جبال لنلبي الصخر لأنه مطلوب من الصخر لبي الصخر وهذا شيء حرام يعني أكيد نحن منعرف يعني عندنا مناطق كتير شاسعة ومناطق خارج بنا ومناطق حلوة تضل كمان صح. شوي هيك حرجية وغابة 100% لأنه كمان هاي ثروة ما لازم نتخلى عنها وعم نشوف كمان العمارة الفوضوية يعني عم نشوف البنايات اللي عم تطلع بشكل عشوائي بناية قصيرة حد بناية طويل أوقات كتير منحسهم مش منظمين ولكن شوي شوي يعني مع التوجه العالمي كمان عم بيكون شوية وعي أكتر وعم بيكونوا الأشخاص ما بقى عم بيقبلوا يسكنوا ببنايات يمكن بحسوها شوي صح. يمكن منا كتير صح وبس هيدا يعني نحن ما ننظر له كمان كتير سيء هيدا الموضوع أكيد. لأنه هيدا جزء من فوضوية شعبنا مزبوط. يعني نحن شعبنا فوضوي فهيدا جزء من فوضويته بالذات الشارع بتلاقي عدة حضارات صح. موجودة صح. اليوم طارق كمان حضرتك فزت بالجائزة من قلك مبروك عن جديد أكيد شو بتوجه رسالة لللبنانية وخاصة الشباب اللي بيقولوا ما بقى في يمكن فرص بالبلد يمكن ما بقى فينا نبين لأنه ما في مصادر وإلى ما هنالك وانت اليوم عم بتبين وعم تشتغل بلبنان وكمان عم تربح جوائز عالمية وتمثل البلد شو بتوجه لهم رسالة أول شيء وثقوا بحالكم اشتغلوا شيء اللي انتو بتحبوه وادرسوا شيء اللي انتو بتحبوه شو ما كان يكون شو ما كان لو في منه 100,000 وظيفة قاعدة بلا شغل إذا أنت كنت بتحبها حتلمع وحتبين ما تتطلعوا على شو هي هام هندس دكتور لا 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 شيء أنت بتحبه بتبدع فيه هيدا واحد اثنين نحن قاعدين ببلد صح عنا كتير مشاكل بس نحن صرنا ب 2023 الجلوباليزيشن انترنت كل هالأشياء أنت من أي مطرح بالعالم فيك توصل على كل العالم فيك توصل لكل العالم وهيدا أكبر دليل من بروجي صغير بالشوف يلي هو ما حدا سامع يمكن برا بالشوف عشوائي كان أو whatever نزل على خريطة العمارة هيدا واحد صاروا بروجيتين نزلين من الشوف على خريطة العمارة تالت شي وثقوا بحالكم تعرفوا على مجتمعات مختلفة تثقفوا كتير الثقافة بتعكس شيء حتى لو ما بتعوزه بحياتك اليومية بس بمحل رح تفيدك بمهنتك بشغلك بأي شيء أنا حلمي اتعرف على كل حضارات العالم وعمر بروجي بيعكس حضارات المجتمع بكل بلد بهالعالم هيدي هي هذا حلم عندي لشوف إذا نظريتي هي بتزبط ولا لا من لبنان النقطة الصغيرة على الخريطة اللي بتشوفه اللي هو كبير كتير بشعبه بناسه بأخلاقه بالناس اللي فيه وأكبر دليل تلفزيون لبنان قدي صارع وقدي بصارع وقدي بعده ماشي وفي أحلى ناس وفي أكتر ناس بسنتاتيف وطلع أهم من زفان لغيره
كان اساسهم بلشوا من تلفزيون لبنان يلي هو، وان شاء الله انت كمان يعني تفضل عليك. يعني مثل ما ذكرت دائما في مهاره الانسان، ونحن اللبنانيين معروفين بذكائنا بثقافتنا، فخلينا نستغل هذا الموضوع. صح. لو ما في مصادر ثانيه موجوده خلينا نستغل شو عندنا وبنقدر نوصل. وبس بدي اقول شغله واحده بالاخر، هي انه بليز نتعلم نشتغل مع بعض مش نكون لحالنا. بعتقد هيدي يمكن اكبر خطوه بتساعد البلد، هيدي الشيء اللي بخلينا نتطور. على هالفكره طارق انا بدي اشكر وجودك معنا، وبدي ارجع اقول لك مبروك على الجائزه البرونزيه بالمسابقه، وان شاء الله بكل التوفيق، وان شاء الله مره على مره بنستقبلك وكل مره بتخبرنا عن بروجي جديد. ثانك يو كثير، ثانك يو كثير لتلفزيون لبنان، ثانك يو كثير لسينا الخليل اللي هي على طول بتحب تدعم الشباب وبتحب تدعم الافكار وبتحب تدعم التطور. ثانك يو كثير لكم، وثانك يو للمشاهدين. ميرسي كثير لك المهندس المعماري اللبناني طارق ابراهيم، ومبروك عن جديد. ثانك يو لك. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد هذا الفاصل.